حجة بقول لك اعمل حجة مركز الأطراف الصناعية والشلال تم تأسيسه سنة 1974 وهو المركز الوحيد في قطاع غزة الذي يخدم فئة الأشخاص المبتورين بتوفير أطراف صناعية لهم والإضافة للأجهزة التقويمية، ويوجه المركز خدماته للأشخاص ذوي البتر بالشكل الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين سنويا من المركز أكثر من 3000 حالة. وفي ظل بدء مسارات العودة منذ العام الماضي في 30 من مارس زادت عدد الحالات التي تحتاج إلى أطراف صناعية، ويزداد العدد بشكل مستمر وبشكل يومي. بلغ عدد إجمالي المبتورين في قطاع غزة حتى يومنا هذا 127 حالة، تلقت 75 حالة منهم خدمات داخل مركز الأطراف الصناعية، وما زالت الخدمات مستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونظرا للظروف المحيطة في قطاع غزة و يعني الحصار المفروض يعني تزداد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وتزداد معاناة المركز في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وقلة الإمكانيات الموجودة، وهذا يشكل صعوبات بالغة على مركز الأطراف الصناعية. كان له يوم النكبة فصوت في القدم الأيمن أدى إلى بتر القدم في 17/5 أول أيام رمضان 2018، تم البتر عندي فتوجهت بعد الإصابة والعلاج إلى مركز الأطراف الصناعية إلى يعني تكميل للحياة وإشي أعمل له طرف اصطناعي، فعملت طرف اصطناعي صبت بطلق ناري متفجر، وتم تحويلي إلى مستشفى الشفاء في غزة، ومن مستشفى الشفاء بعد معاناة في العلاج تحولت على الخارج إلى مدينة تركيا. وفي تركيا يعني بعد محاولة بعد شهر من العلاج لإنقاذ قدمي تم بتر رجلي في تركيا وتركيب طرف صناعي متحرك إليه، وروحت بعد الطرف صرت أسير على الطرف، روحت على غزة وواجهت معارضات كثيرة بالطرف، بس على رجلي بطلت أقدر أمشي عليه، وبعتوني حولوني من المستشفى على مركز الأطراف الصناعية في غزة في اليرموك وعملوا لي الطرف، والحمد لله لقيت أنا حاليا بمشي على الطرف وبمارس حياتي الطبيعية.